شنو؟ اي واحده هي تكون فيها البيانو ويكون فيها هذه المزمار. ايوه اي هذه زين نفخ كذي عندك ناي يعني حركات عندك ناي. لا لا مو هذا اللي اعزف. عندك ناي اعزف بيانو والله. خليه يجاوب. انت تقولي لي عندك ناي. انا قاعد اقول لك مو بس يكون فيها بيانو. كمل زين. وبعدها بالمتوسطه كذي اكتشفت اني انا اغني. غنيت اكثر من مره. مدحوني الشباب شي شي شوني حلو. اوكي مشي يعني من الصوبين بين الشباب. اي زين. ومن الاهل؟ الاهل يسمعوني بس ما يقولوا لي ان صوتك حلو ولا شيء. لا ما يعرفون مني. ما يعرفون كلش. زين. بعد ما تنتهي مرحله صوت السهاره فكر تروح ستار اكاديمي عرب ايدول برامج بتكون مثلا شهره عربيه اكثر ولا يعني عندنا السنه اللي طافت كان عندنا يوسف عرفات. يوسف عرفات قدم ووصل مرحله حلوه بس انه راح حالف الحظ بأربع ايدل وطلع المركز الثالث. ما تفكرون مثل هالبرامج كشهره عربيه اكثر؟ عن نفسي اذا ان شاء الله ان شاء الله اذا خذيت البرنامج هذا ما راح ادش مكان ثاني. اذا ما خذيته تكتفي. ايه ان انت يعني تحب ان انت مثلا تكون حتى لو كان البرنامج يعني احنا الحين برنامجنا على مستوى الكويت انه يعني برنامج خليجي وعلى يعني على مستوى الكويت انه ما صارت فكره برنامج خليجي كويتي على طريقه جلسه من قبل. صح. يعني احنا هني شوي يعني انه يعني وايد حتى برا الناس يدقون علينا يكلمونا يقولون ما شاء الله يعني ان هذه فكره وايد قويه انه على طريقه جلسه ويكون هي على طريقه مسابقات يعني برنامج مسابقات هواة هذا. فيعني والحمد لله انهم محافظين على لهجتنا الكويتيه يعني شوف الشباب يعني قطر واللهجه الكويتيه وغالي الكويتيه دائما في هذا الهدف اللي هم ردوا مسافه القطره من البرنامج بس هم طالبين كذا عرفت؟ يعني حلو نحافظ على عادات وتقاليد لان استحاله تكون قاعد بجلسه يعني ولابس لوز. لا لا بس لا شوفي الشباب كلش يعني انا قبل الله اقدم طبعا انا شفت شباب قبل حلو عبد الله عيسى وعيسى المرزوق يعني كانوا مقدمين وجه لهم احلى تحيه اكيد عيسى المرزوق نجم صوت ساره وين وانا صراحه تشيشت منهم يعني قصه البرنامج صوت ساره يعني ما كنت ادري عنه يعني ما كانت اعلانات نفس اعلاميا يعني تتكلم عنها ما كانت اعلانات مثلا اعلانات يعني الحين بس السنه هذه ما شاء الله اعلانات صوت سهاره يعني حتى بشواره كثر بشواره فانا تشيشت صراحه منهم يعني من عيسى وعبد الله عيسى يعني. هو هذا الحلو اللي بصوت سهاره انه مو بس انك تغني خليجي كل شيء بعادات تقاليد قبل رديناها بهذا البرنامج ما راح ننساك عبد الله متروك عبد الله المتروك اكيد ما راح ننساك هنشوف التغيير حق عبد الله المتروك ونرجع لكم مع عبد الله المتروك مشترك رقم 9 من الكويت عمري 20 سنة دشيت البرنامج عن طريق قناة شاهد الحمد لله الله وفقني وغنينا المرة اللي طافت أغنية جماعية وهالمرة إن شاء الله أغني بروحي وادعوا لي ونطوني يوم الجمعة فهموني انبعت لروحي انبعت لروحي انبعت لروحي لا تعذلوني لين الحلا يا ناس حير ظنوني حب سطب قلبي وسهر عيوني
زين الحلا يا ناس عير ظنوني حب سطى بقلبي وسهر عيوني انبعت لروحي انبعت لروحي انبعت لروحي لا تعذلوني. عبد الله المتروك يعجبني يعني يسمع اغاني اكبر من سنه، حلو انه قاعد يسمع قديم ويسمع شغلات يعني اكبر من سنه، بس يمكن شويه عنده السيكه، نغمه السيكه اللي هي النغمه الشرقيه ساعات شويه تفلت منه، وهذا طبعا قله الخبره اكيد يعني، بس بشكل عام مجتهد والله يوفقك يا متروك. ردينا لكم مشاهدينا من عقب هذا التغريد الجميل حق عبد الله، فنبيك تكلمنا عبد الله الحين، نبيك تكلمنا الحين بس يا شريفه والله اضحك الحين، يقول هذا ليش تضحك علينا؟ لا قاعد اضحك عليك ادري قاعد تجنني عندك يقول لك ادري ترى قاعد تسمع؟ صدق؟ زين اشهر طلعت منها الحمد لله. ابيك تقولي عبد الله ان ليش صارت فكره، اكيد احنا ما نعرف انتم اللي تعرفون، لاحظت انت كنت ب مكان ملعود وطقطقه وكذي سوالف تغريركم، وانت تغريرك اللي صورته بمحل بخور وكان بالباركيه عدل باركيه كان، فشنو موضوع هذا والهذا؟ الشباب كلهم نقين مكان مال موسيقى مجمع، فقلت خل اغيره اصلا. انت لانك انت تحب هالشيء ولا يعني قالوا لك نقي، لان ما حد منقي كذي، فقلت خلينا نقي يعني. يعني هو الفكره ان كل واحد قال لكم نقى ومكان تصورون فيه تقرير تعرفون فيه، لا احنا نقي احنا نقي. حلو حلوه الفكره. انزين يعني انا بسالك سؤال خارج نطاق البخور ودهن العود وهذا، المتروك انت يوم غنيت صراحه يعني انا ما كنت متوقع ان انت راح تأدي الاداء الحلو هذا، مع العلم صوتك ما كان يعني ما كان مبين، يمكن كانت الايقاع والموسيقى اعلى من صوتك، بس انت صوتك حلو لدرجه ان انت مبين عليك ان انت قاعد تغني وهذا ومستانس، يعني انه يعني بالذات اذا كانت اغنيه مثلا تفاعلوا معاه يعني الجمهور نقازيه وهذا كلنا تفاعلنا معاه اساسا. الاختيار الاغنيه كان اختيارك انت او استاذ فهد الحداد اللي نوجه له احلى تحيه من برنامج غادرينج شو؟ منو اللي اختار؟ انا كنت مختار ثلاث اغاني او اربع اغاني، قلت حق فهد الحداد شنو اللي تناسبني؟ فقال لي هذه زين حقك، لان انا كنت مختار ما نسينا مات عبد الكريم عبد الغادر ما نسينا ايه، فقال لي لا وايد صعبه خوفك توهق تندمج شيء توهق صدق اني توهقت بالاغنيه هذه زين ونقيت هذه الحمد لله. بس ما شاء الله عليك ابدعت فيها وغنيت ورقصت وهذا زين، سمعنا مقطع بما ان هذا انت المايك يمك، نبي اغنيه كم كان بخاطر طبعا اغنيه عبد الكريم عبد الغادر نوجه لها تحيه كبيره، نبيك تغني لنا مقطع عشان لا تخورها. ان شاء الله. ما نسينا ما نسينا روحوا قولوا لا ترانا ما نسينا وش عرفنا ما ناخذ منا عذاب غيره منا ما نسينا ما نسينا يا ما يا ما يا محيرتنا افضحتنا يا محيرتنا افضحتنا خبروا عنها عليك عنها عليك هو مع ربعه يكون مشغول ولاهي هو يتهنى ويقول احنا نسينا احنا لو ننسى مدام هالغيرة فينا هو يتهنى ويقول احنا نسينا احنا لو ننسى مدام هالغيرة فينا وهو يتهنى ويقول احنا نسينا احنا لو ننسى مدام
الغيرة فينا الله عليك هو يتهنى ويقول احنا نسينا احنا لو ننسى مدام الغيرة فينا لا تقولوا لا ترانا ما نسينا ما نسينا ما نسينا الله 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 ما شاء الله عليك متروك صراحة يعني انت يمكن بغيت تطلع شوي في العالي بس مسكت نفسك فيه ادري ادري لا لا هو قال انا لو اندمجت اي اندمجت راح تقحص بالاغنيه بس اشوى الحمد لله تقحص شكلك ما اكل عسل ما اكل عسل قلت لك انا وين علي قبل شوي اشر لا ما شاء الله اختيارك كان موفق حق الاغنيه الاولى صراحه يعني اغنيه الفنان عبد الكريم عبد القادر اكيد وهو يعني يعني لباع طويل بالغنى واحنا اكيد كلنا نتشرف انه يعني لو واحد فينا يعني يطلع نقطة بحر من الفنان عبد الكريم عبد القادر لكن اختيارك كان زين حق الأغنية اللي انت غنيتها ان شاء الله الاختيار الثاني يكون هم موفق اكثر اتوقع ان الحين الاختيار الثاني انت اختيارك انت يكون مو استاذ فهد الحداد هو اللي راح يقول لك مثلا هو يساعدني يساعدك بس اقول لك اغنية ويساعدني زين شنو مثلا مستقبليا حق الاسبوع الجاي شنو اختيارك وشنو اختيارك كريم انا عن نفسي ربي اليمن ربي اليمن مات ابو بكر سالم ابو بكر سالم أضيفك مساء خير أحلى الليالي وفدوث اللي بس اللي أكثر فدوث اللي إذا ليش ما تتغني راشد أحلى الليالي أنا الصراحة المطربين اللي أحب أغني لهم دائماً عبد الله الرويشد وعبد الكريم عبد الغادر الله زين شلون سمعنا أغنية أحلى الليالي أبو حافظها؟ أنا أبغى أبلغها لحظة لا إذا مو حافظها غني لنا قادرين بقول لكم إن شاء الله أنت هالأغنية إن شاء الله يمكن أنت للحين ما تدري راح تغنيها ب أنا قلت شنو قلت رمضان؟ برمضان إيه لأن يمكن تغنيها بصوت السهارة فلا خلينا نطلع من صوت السهارة كلها لأن هذا برنامج صوب إحنا صوب إحنا نبي أغنية تغنيها أنت بخاطرك تسمعنا إياها شي جاية على بايك تغنيها إياها لأن احتمال تغني لك ممكن تغني أحلى ليالي بصوت السهارة فحرام تغنيها الحين وبيوم الجمعة فاهم ما راح نسمع شيء لا قصدي سوري سوري عفوا لا بالعكس انت يا استاذ بدر بورسني يعني ما عليك امر يعني يمكن الريال يعني لو غنى لنا مقطع يعني بسيط من الاغنيه احلى الليالي ممكن احنا نقول له اذا ان الله اي يلا منو عشان نقول له احنا عندنا اذن موسيقيه ممكن ما نقول له يصير يمكن استاذ فهد الحداد ما يوافق ان الناس تسمع صوته بهالاغنيه ايش فيك انا ترى للحين ما اختار ترى انا اخذت من الشداد تفضل للحين ما اختار معك اصلا شداد خلاص هذا نازل ما بسمع رد زياد يلا رد زياد لا يروح صوتك اوكي انا هذا لا تشفط دير بالك امس انا شفطت انا رد زياره رد زياره علينا يا حلوه الاطباء رد الزيارة رد الزيارة وما عدت أقوى فراقك أكثر من أسبوع أكثر من أسبوع وما عدت أقوى فراقك أكثر من أسبوع أكثر من أسبوع من يوم وادع تزولك والقلب ملتاع للحب سلطان أمرك مقضي ومسموع مقضي ومسموع من يوم ودع تزولك والقلب ملتاع للحب سلطان أمرك مقضي ومسموع مقضي ومسموع سلامتكم الله عليك يا خير يا أخي أنا ما أدري ليش عندي إحساس إن أنت راح توصل حق المرحلة النهائية. الله يسلمك. أنا قلت حق عيسى المرزوق السنة اللي طافت أنت راح توصل حق المرحلة النهائية. وصل.
يعني قبل الهواء قلت له انت راح تاخذ شو اسمه خذاها والله انا ما ادري انه هذا